بسم الله الرحمن الرحيم. على أعتاب شهر محرم هناك عدة رسائل يجب أن يعيها الأخوة في وزارة الداخلية. نحن نعتبر بأن أيام محرم وإقامة العزاء على سيد الشهداء سبط الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وإحياء الشعائر الحسينية هو نور يضيء الأرواح والقلوب ورأس مال النجاة والسعادة الأبدية وبذرة القرب من الساحة المقدسة ومعراج التوجه إلى الله. هذه هي عقيدتنا وهذه هي حريتنا العبادية التي نمارسها في الكويت وفي كل أقطار العالم. لذلك على وزارة الداخلية القيام بواجبها ومسؤوليتها في تأمين وحفظ الأمن للمجالس الحسينية في شهر محرم واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحيلولة من تعرض هذه المجالس وروادها الأكارم من أي اختراق أمني، فهي مسؤولية وزارة الداخلية. على وزارة الداخلية حفظ احترام إحياء هذه المناسبة واحترام رواد المجالس الحسينية المشاركين في عزاء سيد الشهداء وتسهيل أمور حركتهم وحفظ حقهم في العبادة. الفلسفة الأمنية لحفظ الأمن لهذه المجالس باختصار هي تذليل كل إمكانيات الدولة لحماية المواطنين والمشاركين في هذه المجالس، ولا يحق لوزارة الداخلية منع أو التضييق على هذه المجالس وروادها تحت ذريعة حفظ الأمن، ولا يجوز الانتقاص من حقوقنا التي كفلها لنا الدستور والتاريخ. التقييم الأمني للنجاح والفشل في أي عمل من الأعمال هو أن يمارس الفرد شعائره وحقوقه العبادية والعقائدية كاملة غير منقوصة، وأن لا يتم المنع أو التضييق في ممارسة هذه الحقوق مع إقامة الخطة الأمنية اللازمة من أجل حمايتها. أما الفشل الأمني فيكمن في إجراءات تعسفية ومضايقات للحيلولة دون إقامة هذه المراسم العبادية ووضع العراقيل في طريق المواطنين في ممارستهم لحقهم. هكذا تقيم الدول الحضارية والمدنية معيار الفشل والنجاح الأمني. المعادلة جدا سهلة ولا تحتاج إلى عقل عالم ولا إلى ريشة فنان. يجب إقامة هذه المجالس المقدسة كما هي في وضعها الطبيعي دون أي مضايقات، بل يجب أن تقدم وزارة الداخلية كل التسهيلات مع ضرورة حمايتها وهي مسؤولية وزارة الداخلية. من المؤلم أن الكويت المتميزة تاريخيا بحماية الشعائر الدينية تعمد إلى التضييق على الحسينيات. الحجة الأمنية في حماية الحسينيات ومقتضيات ذلك يا سادة حجة باطلة، بدليل الترخيص للخيام الرمضانية في العشر الأواخر لمساجد إخواننا. فلماذا تمنع خيام العزاء والضيافة الحسينية لنا؟ هناك شعور لدى كثير من المواطنين بأن حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية منقوص بسبب إجراءات وزارة الداخلية. لماذا لا تنتشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر؟
هل نصب خيمة لمدة 10 أيام فقط أو إقامة مضيف بسيط يقدم الضيافة للناس جريمة؟ الإكرام والإطعام مستحب في جميع المذاهب والأديان. عندما يتطوع مواطنون دون مضايقة أحد أو التعدي على أحد، بل يعاملون الجميع بود ومحبة واحترام، هل يحق للحكومة أن تمنعهم وتضيق عليهم؟ هذه ممارسات من صميم الإنسانية قبل أن تكون شعائر دينية أو مذهبية، ونحن في دولة يحكمها ويقودها سمو الأمير قائد العمل الإنساني الذي انتزع هذا اللقب بجدارة واستحقاق. ماذا يفعل الناس إذا ضاقت بهم الحسينية أو المسجد؟ هل يفترشون الطرقات في هذا الجو الحار؟ وعلى فرض استعدادهم لذلك، هل الأفضل أمنياً أن يكونوا مكشوفين بالعراء أم تكون خيمة تغطي وتداري؟ المفارقة من كل ذلك أن في البحرين والسعودية بالإحساء والقطيف يسمحون بالمواكب الحسينية في الشوارع، وفي الكويت يتم منعها. أيضاً في الإحساء والقطيف والبحرين سيارات الإسعاف الحكومي ترعى المواكب الحسينية، وفي الكويت يتم المنع. الحريات في الكويت تتراجع وتتقهقر. تاريخياً في الكويت قبل 60 عاماً تخرج المواكب الحسينية من حسينية معرفي في السوق متجهة إلى قصر دسمان، وكانت حسينية الحاج قنبر البلوشي تقيم التشابيه في الطرقات والساحات في منطقة شرق، وإخواننا في المواطنة كانوا حضور وشهود وبعضهم مشارك. لا حساسية ولا مشاكل، بل أخوة وأحباب. الشعائر الحسينية والمواكب راسخة في التاريخ الكويتي ومندكة في الجذور الكويتية ومن التراث الكويتي الأصيل. الكلمة الأخيرة، كلمة الفصل، أن الإمام الحسين مصباح الهدى وسفينة الحق، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، وبنو عبد المطلب ما عاداهم بيت إلا خرب. الحمد لله رب العالمين.